الله بالانطلاقات شوط ينتهي وشوط يبدا ليحمل اثاره وتنافسات في الثمانيه كيلو مترات. انطلق الشوط الثامن في اشواط صباحي هذا اليوم ليحمل الزمول المهجنات الاصايل التي تنطلق في بدايه الكيلو المتر الاول في الثمانيه كيلو مترات مع هذا المسار. نبحر في عمق الميدان وشوف ونشوف البدايه ويرى الشوط من بدايته في هذا الانطلاق. في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع هناك يتقدم مشاهدي الاعزاء رفيفان. رفيفان يقود الشوط وينطلق بالمركز الاول. راشد بن غانم بن مسفر المنصوري يتصدر المجموعة ويقود رفيفان المسار الشوط ويندفع بالمقدمة من البداية. المركز الثاني ثاني المراكز بنلقى في المركز الثاني هذا السيف. السيف ياتي علي بن سالم بسعيد المسافري يقدم السيف في ثاني المراكز. أما المركز الثالث ثالث المراكز في هذا الانطلاق شاهين ياتي محمد بن عوض بن سالم الكتبي يقدم شاهين في هذا الاندفاع على ثالث المراكز. المركز الرابع من ياتي في رابع المراكز ويتقدم الذيب سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي يقدم الذيب في هذه الانطلاقات. المركز الخامس وشوف الدخول عليه من قبل متعب حمد بن ضاحي بن حمد بن علي المزروعي ياتي في هذه اللحظات في هذا الاندفاع الجميل. المركز السادس سادس المراكز وبنلقى كهرمان ياتي في المركز السادس يتقدم حمد بالضبيب بن علي العامري ياتي في هذه اللحظات على سادس المراكز. والمركز السابع من الجانب الآخر ويتقدم ملبي هذا ملبي ملبي أحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري يقدم ملبي في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل. والمركز الثامن ثامن المراكز ما نلقى في المركز الثامن مع حمودة بن محمد بالحوت العامري يتقدم بينما هناك المركز التاسع شباب وعامر بن حمد بن حميد العويسي يقدم شباب. والمركز العاشر في هذه اللحظات عاشر المراكز يتقدم وياتينا في هذا الاندفاع شاهين سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري. هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق في هذه التحديات في هذه الانطلاقات الجميلة والرائعة الذي يحملها ميدان المرموم في انطلاقاته وآثارته الحاضرة مع الزمول الأصايل. عود إلى المراكز الأولى بعد إكمال النداء للعشرة المراكز الأولى وهذا هو المنفرد. رفيفان يتقدم بالمقدمة ما شاء الله يندفع وير الزمول ير ما شاء الله بانطلاقته بدون منافس على الأطلاق. رفيفان على مقدمة الشوط. راشد بن غانم بن مسفر بالقبع المنصوري يتقدم على مقدمة الشوط ومنفرد انفراد كامل وانفراد كلي عن البقية من رفيفان إلى المركز الثاني اللي فيه السيف علي بن سالم بسعيد المسافري على ثاني المراكز بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق. المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز وهذا شاهين ياتينا في هذا الانطلاق. محمد بن عوض بن سالم الكتبي يتقدم على المركز الثالث. والمركز الرابع ياتي في رابع المراكز الذيب يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع هذا
الذيب، سعيد بن شطيط بن فارس الدرعي ياتي بهذا الاندفاع، ياتي بهذا الانطلاق على المركز الرابع، المركز الخامس، خامس المراكز كهرمان، كهرمان حمد بالضبي بن علي العامري يتقدم بالضبي في هذا الاندفاع، بينما هناك متعب حمد بن ضاحي بن حمد بن علي المزروعي ياتي في هذه الانطلاقات على المركز الخامس او السادس، هذا السادس نعم، المركز السابع هذا ملبي لاحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري ياتي في هذا الاندفاع، بينما هناك يتواجد الحميري ويتقدم مع شاهين سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري ياتي بهذا الاندفاع ويتقدم بهذا الانطلاق الجميل والرائع. هناك المركز الثامن، ثامن المراكز اللي تدخل من الجانب الثاني، بنشوف رقمه، بنشوف لنكمل ندانا للعشر والدخول في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع. هذا ياتينا الطليلي محمد بن قنون بن حمرور العامري يتقدم في هذه اللحظة، المركز التاسع، تاسع المراكز في هذه الانطلاقة، هذا معدي رشيد بن بخيت بن سيف المرر يتقدم في هذه اللحظات، والمركز العاشر، عاشر المراكز، وهذا مرزام حمودة بن محمد بالحوت العامري في هذا الانطلاق، ولكن يتدخل في هذه اللحظات المنتحر هذا المنتحر سالم بن حمد بن هويدن لكتبي في هذا الانطلاق. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى، النداء الثاني والإذاعة الثانية للزمول المهجنات الأصايل في الشوط الثامن في أشواطي صباح هذا اليوم، مع الكبار، مع الزمول والحول في هذا الانطلاق في مهرجان سمو ولي عهد دبي حفظ الله ورعاه. اليوم في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات الجميلة، حزام القابات وانطلاقتنا مع انحناء الميدان رويدا على اليسار في هذا المسار وهذا اللقاء، نسير مع المركز الأول، نعود مع هناك رفيفان من البداية يقود الشوط بالمقدمة، يسيطر رفيفان بأداه الفنان بهذا الانطلاق في كل مكان، ولكن هناك التغيير، وين يا رفيفان؟ يا الله سيطرة، ولكن شوف الجماعة قادمون، وشوف اللي غير إلى المقدمة إلى المركز الأول، السيف علي بن سالم بن سعيد المسافري ياتي بالمركز الأول، ولكن كذلك يا المسافري دير بالك، شوف الجماعة قادمون رافعين شعاري نحن قادمون إلى الناموس، إلى خط النهاية، إلى الزعفران، بالزمول الأصايل من المسافري إلى المركز الثاني، وهذا كهرمان حمد بالضبيب بن علي العامري. هذا يا راعي مصيحة، هو زميلنا المحلل ولا غيره بالضبيب، عموما على كل حال في هذا الانطلاق في هذه الانطلاقات في التحديات الجميلة، كهرمان حمد بالضبي بن علي العامري يتقدم بالمركز الأول، يسيطر على مقدمة الشوط، هناك الشهواني وصل راعي ناصي محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني يتقدم، غير الأمور كلها، كل الأسماء وصلت، كل الأسماء تحركت، المنتحر سالم
بن محمد بن هويدن لكتبي في المركز الثاني. المركز الثالث الطليلي محمد بن قنون بن حمرور العامري، ووصل وعاد مرة ثانية للتنافس اللي هو كهرمان. وهذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة، شوف الواصل، هذا الواصل، هذا اللي وصل، الشامخ، الشامخ عبد الله بن سعيد بن سالم الكتبي، تحرك في هذه اللحظات رقم 30 من الجانب الآخر اللي تدخل بقوة، اللي أتى هذا السليماني، هذا السليماني ناصر بن بخيت بن سعيد الوهيبي، يتقدمون يتقدمون، ولكن الروح مع الشهواني، الروح مع الشهواني في 800 متر الأخيرة. هذا الشعار المرعب اللي قدم تاريخ، واللي قدم إنجازات، واللي قدم تحديات، أوه ولا زال، واللي بدع وألفت أنظار الجماهير والمتابعين خصيصا في مهرجان ولي عهد دبي بإنجازات عديدة. الله عليك يا الشهواني، الله عليك يا الشهواني، الله الله. المنتحر 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 سالم بن محمد بن هويدن الكتبي، يا سلام يا سلام. المركز الثاني، المركز الثاني المنتحر سالم بن محمد بن هويدن الكتبي، والمركز الثالث، المركز الثالث، الله يا سلام. الزمول، الزمول الأصايل، التحديات، الشامخ عبد الله بن سعيد بن سالم الكتبي، عبد الله بن سعيد بن سالم الكتبي راح مع الشامخ، راح مع الشامخ في مكان الشموخ. روح يا الكتبي، الأمتار الأخيرة تجاوب كذلك، تجاوب الشامخ وانطلق ما شاء الله. شوف جواهر الأصالة، نعم، عبد الله بن سعيد بن سالم الكتبي يقدم مشاهدي العزاء الشامخ، يقدم الشامخ سلام وتحية لمالكة وأهالي، وين أهالي اللبسة، أهالي اللبسة، سلام سلام لأهالي الفلي على هذا الفوز. المركز الثاني، المركز الثاني وصل فيه معدي مرشد بن بخيت بن سيف المرر، حصل على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدي العزاء لسالم بن هويدن الكتبي، والمركز الرابع، المركز الرابع من وصل فيه العوض بالصير بن قنوب ميرادة، والمركز الخامس للشهواني، المركز الخامس ناصي محمد بن مبارك الشهواني. هذه التوقيت الزمني 12 دقيقة 42 و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وسلاماتنا لأهالي اللبس الشامخ عبد الله بن سعيد بن سالم الكتبي. المركز الثاني، نشوف الثاني 12 دقيقة و45، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز معدي مرشد بن بخيت بن سيف المرر. المركز الثالث 12 دقيقة 45، 6 أجزاء من الثانية. هذا اللي المنتحر لسالم بن هويدن الكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز.